إذن مشاهدينا على المباشر من فضائح العمران، فساكنة حي سيدي عبد الواحد تسنكر طماطل العمران عن استكمال الأشغال. هاد الناس يقولوا 6 سنوات من الانتظار، اليوم كنشوفوهم أمام مقر عمالة الإقليم اللي تيقولوا بغينا المسؤولين يلقاو لنا الحل. فغنخليكم مع هاد الناس اللي في الروايه ديالهم تيقولوا 6 سنين ديال الانتظار. نشوفوا هاد الناس شنو هي المطالب ديالهم بعد ما اليوم كنشوفوهم في وقفه احتجاجيه امام مقر عماله اقليم قلعه سراغنا. تفضلوا معنا سيدي، تفضلوا معنا وحكيوا لنا. شفت تيفي حنا ساكنه ديال سيدي عبد الواحد، او بالاحرى حنا ضحايا ديال السياسه الفاشله ديال المؤسسات العمران. وكنقولوا لان هذا الموضوع ديالنا راه طال 6 سنوات بعد ما هدمنا المنازل ديالنا باتفاق طبعا مع مؤسسه العمران تحت اشراف السلطه المحليه. هدمنا المنازل ديالنا دابا ما يقارب 6 سنوات، وحنا كنعانيو من مشاكل اللي كيعرفها الجميع ديال الغلاء وديال الكراء. وهاد الناس هادو حنا راه كنصابو دابا مشردين، لاننا السلطه اشرفت على هدم منازلنا شخصيا، والعمران تكلفت بعمليه الهدم لما يفوق 6 سنوات. لهذا حنا كنقولوا للمسؤولين وخاصه السيد العامل، وحنا امام مقر العماله الاقليم، نناشد السيد العامل بالتدخل العاجل لحل المشكل ديال اعطاء رخص البناء، مع العلم ان التجزئه كامله لا يخصها الا الجزء البسيط. كنقولوها بكل صراحه ان مؤسسه العمران جهزت التجزئه، ما يبقى فيها الا واحد الجزء بسيط اللي هو الاسفلت يعني القدرون. ولهذا الساكنه كيف كتشوفوا راه كطالب من السيد العامل التدخل العاجل، وهذه الوقفه ديالنا راه ماشي الاولى، راه كتعتبر الوقفه نقولوا ربما الاخوان 15 وقفه احتجاجيه، ولحد الان لا زلنا ننتظر هذا الجزء البسيط باش كملوا مؤسسات العمران، لانها فشلت فشلا ذريعا في تدبير هذه العمليه ديال السكن اللي كتعتبر برنامج اجتماعي وطني ملكي ديال السكن، اعاده الاسكان. وشكرا للمنبر ديال شوف تي في والكلمه للاخوه. السلام عليكم. بالنسبه للتجمع هذا ينقسموا الى قسمين، ان الاخ ما صرحش بهذا التجمع. حنا السكان ديال كورس مستفيدين كذلك في تزيئه سيدي عبد الواحد. الاخ ذكر التماطل هذا ديال العمران، حنا اولا تنتحاربوا من شواهد الهدم المده هذه، وحنا جبراتنا العمران باش نديروا الهدم وهدمنا. كاين اللي يدير الهدم الكلي وكاين اللي يدير الهدم الجزئي، وفرضوا علينا باش نديروا الهدم الكلي وديري الهدم الكلي. وهاد الناس هادو حارمينا من شهاده السكنه وحارمينا من الشواهد الاداريه. السلام عليكم. اذا كما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، السلام عليكم. تفضل. حنا كنطالبوا من السلطه دير معنا حل، راه حنا طبنا. واش حنا كنجيو نحتجوا وما كاينش اللي كيديها فينا؟ ما كاين اللي كيسول فينا؟ كنمشيو عند السيد الباشا كيقول لنا سيروا عند السيد العامل، كنمشيو عند السيد العامل كيقول لنا سيروا عند السيد الباشا. راه ظلم هذا. واش كاين شي اداره اللي ما ترد لناش البال وديها فينا؟ واش حنا ما مغارباش؟ حنا مواطنينش عندنا محرومين حتى من الشواهد الاداريين، قال لك ما نعطيوكمش نتوما هذاك الدوار. ولادنا زايدين تما، بناتنا زايدين تما. واش اللي بغى يجوز شي بنت بغى يعطيها شد شواهد الاداريه ديالها تحرم من الزواج؟ اللي بغى يصاوب شي لاخارطي تحرم منه؟ راه حشومه. حنا كنطالبوا من السلطه تدخل، كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو يتدخل، السيد العامل. راه حنا عيينا، راه ماشي مره ولا جات كنوقفوا هذه الوقفه، راه صح من 15 وقفه. والسلام عليكم. تفضلوا معنا. اكي لالا زيدي، تفضلي لالا تفضلي احكي لنا على الجيش ولاش واقفين هنايا. احنا سيدي بغينا ما يعطيونا نبنيو، الله يرحم لكم الوالدين، ما خلينا فين مشينا. كل مره كنعيطوا، كل مره كنسولوا نوقفوا مع شحال من الوقفه هذه، وما عطاوناش نبنيو. بغينا نبنيو، راه حنا بغينا نستقروا، ما دانين ما عندنا فين نسكنوا، راه حنا قتلنا على الكره. الله يرحم لكم الوالدين، والله يعطيكم صحيحتكم لما شوفوا من حالنا، الله يعاونكم. السلام عليكم السيد العامل. شوف الشهاده ما تشبع يعطيوها لينا،
والو ما قلنا انتوا باقي ساكنين في التراب، حنا باقي مكرفسين ومعدمين حنا وليداتنا ساكنين في التراب، ما عندنا لا ماء لا ضو لا حتى حاجه، ما عندنا ساكن باقيين زبانا خلق دانا الغاونا على الاحصان ما حصوناش، وحنا رحنا باقيين كنقولوا كنقولوا معطيونا الشهاده، كنقولوا معطيونا الشهاده بغينا السكنه، قالنا سيرتوا ما باقين في التراب، واش 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 ما عندناش الحق حنايا، ما عندناش الحق ولا حنا رحنا واش ما عندناش الحق، ما عندناش الحق يقتلونا، حنا ما عندنا ما نقولوا والو، اسادات العام الله يجازيك بالخير، الى ما عوض لينا احنا مكرفسين احنا وليداتنا، احنا مكرفسين راه وليداتنا قاعدين ما سايبينش يقراو، ما سايبين ما عندهم ما عندنا ثلاجه ما عندنا حتى حاجه. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما كتبوا معنا على المباشر من أمام مقر عمالة الإقليم، فوقفة احتجاجية كما الناس كما كتبوا معنا ساكنة حي عبد الواحد اللي تقولوا أنهم هذه هي الوقفة رقم 15، الوقفة الاحتجاجية رقم 15 اللي تستنكروا تماطل العمران عن استكمال الأشغال بحي سيدي عبد الواحد قلعة سراغنا. إذا نلقاكم إن شاء الله كما شفتوا معنا في هذا المباشر والمطالب ديال هاد الناس اللي كيطالبوا المسؤولين باش يلقاو لهم الحل في المشكل ديالهم، نلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء.